فابريتسيو ساري ماذا يقرر؟ زولا يقول له اخرج، هو يقول له لا. هذا السيناريو سلاح ذو حدين، امر غريب يحدث، قلما يحدث على هذا المستوى، ممكن يحدث على مستويات اخرى ولكن على هذا المستوى قلما يحدث. مصر كيبا ومصر موريزيو ساري على اقحام نكمل، يقول له نكمل نكمل. يقول له نكمل. كيبا لا يخضع لقرار موريزيو ساري. لا 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 لا، في شويه قله احترام من كيبا، في شويه قله احترام. انت لاعب محترف، تخرج تخرج، حتى ولو كان موريزيو ساري متاكد بانك انت الذي ستمنح لهم الفوز باللقب، قال لك تخرج تخرج. مساعد يقول له لا تصر عليه، لانه هذا باسكي واصر على البقاء، فسيبقى الا اذا الايطالي كان اقوى منه وطلب منه الخروج. موريزيو ساري، قانون هنا في اللعبه مش عارف، يعني ما فيش هنا فيه فراغ قانوني على مستوى بورد، على مستوى لعبه كره القدم. ماذا يحدث في هذه الحاله؟ هل ننذر الحارس؟ هل نخرجوه بالسيف يعني غصبا؟ شوف هنا اكيد بان الامر سيؤخذ في الحسبان. نرفزه كبيره لموريزيو ساري في صوره غريبه. انا ننغادر، يقول له اذا لم تخرج انت اخرج انا. واكيد موريزيو ساري يريد ان يسبق الاحداث ويغادر ارضيه الميدان، وقد يغادر تشيلسي كليه قبل ان يطرد، لانه هو سيطرد. فمن المفروض ان هذه فرصتك يا موريزيو ساري.